الحمد لله تعالى وكفى والصلاة والسلام على عبده سيدنا محمد النبي الذي اصطفى ورضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وعمن تبعهم وسار على نهجهم وعلينا معهم فارض عنا يا رب العالمين. نرى انحرافا وابتعادا عن تطبيق أوامر الله وشريعته الغراء، وهذا أمر يزداد يوما فيوما، ولعلنا إذا استقرأنا أسبابه حاولنا أن نعالجها لأنها بلاء كبير. أحد أهم أسباب عدم تطبيق شريعة الله الجهل بها. كثير من الناس لا يأبه لتعلم أوامر دينه، فتراه إذا صلى لا يعرف كيفية الصلاة الصحيحة، إذا توضأ لا يحسن الوضوء، إذا أراد الزواج لا يعرف ما في الزواج من أحكام، إذا طلق أو أراد أن يطلق لا يعرف ما يترتب على الطلاق من أحكام، إذا نذر، إذا حلف يمينا، إذا باع، إذا اشترى لا يعرف. لماذا؟ بسبب الجهل. والجهل أمر صحيح كثير بين الناس، ولكن الخروج منه إن شاء الله أمر يسير، ولكن على من يسره الله عليه. كثير من الناس يتعلل ويتحجج بأنه لا يجد وقتا للعلم، بينما يجد وقتا لسخافات الحياة وتوافهها، فتراه يشغل نفسه في كل يوم بساعات طويلة على التلفاز، على الرائي، وعلى النت وما إلى ذلك، ومن ثم يمضي ساعات في سهرات وفي تضييع أوقات. فإذا قيل له مجلس علم قال ليس عندي وقت، أنا صاحب عمل. هذا الوقت الذي يضيع ويهدر لا يستغل لتعلم أحكام الدين وفهم أحكام الشريعة كي نطبقها. فالجهل أمر عظيم خطير يا أيها الإخوة، وهو كما قلت منتشر بين كثير من طبقات الناس، لا أستثني طبقة دون أخرى. كثير من المتعلمين ممن يسمى بالمثقفين ثقافة عامة ليجهل أصول أحكام دينه، فترى بعض الأطباء والمهندسين والأساتذة لا يدري من أمور الشريعة شيئا، وتراه يفعل ما يفعله أصغر إنسان لا يعرف القراءة والكتابة. ما السبب؟ لأنه يجهل. ما سبب الجهل؟ بعده وتقصيره عن تعلم أمور دينه، وليست بذلك الشيء العصيب والصعب، ولكن الاستسهال والاسترخاص يدفع الإنسان إلى هذا الجهل. السبب الثاني من أسباب عدم تطبيق شريعة الله والالتزام بها هو استسهال هذه القضية واسترخاصها وعدم الاهتمام بها. فبعض الناس يعرف مثلا أنه يجب أن يفي بنذره، ولكنه يقول ما هي مشكلة، هلا نذرت الآن ما وفيت أفي فيما بعد. يعرف أنه إذا حلف يمينا فينبغي له أن يفي بيمينه أو أن يخرج كفارته، ولكن يقول إن شاء الله. يعرف مثلا أن الرشوة حرام، ولكنه في نفسه يستسهل فيقول الله غفور رحيم، الآن أنا وضعي المادي ليس جيدا فسأخذها ثم أتوب. هذا السبب الثاني، وهو السبب الأكثر في عدم تطبيق شريعة الله عز وجل، أن كثيرا من الناس يجد الأمر سهلا، وهذا الإنسان ينبغي أن يعالج بالترغيب والترهيب كما علمتنا شريعة الله عز وجل. الإنسان إذا وجد في نفسه استرخاصا لأمور الدين واستسهالا لعدم تطبيقها، فينبغي أن يخوف نفسه من عذاب الله، أن يقرأ الآيات التي فيها تهديد ووعيد من رب العزة بأنه الذي ينحرف عن دينه له عذاب أليم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قارعة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فحينما تصل النفس البشرية إلى نوع من استسهال الحرام والبعد عن تطبيق أوامر الله، فهذا ما هو إلا نتيجة لضعف الإيمان في القلب، وهذا يحتاج إلى صياغة جديدة في روحانيته وفي قلبه وفي اهتمامه بالدين بشكل عام.
كثير من الناس يعرف أن الصلوات فريضة، من يجهل هذا إلا أقل النادر، أندر من النادر، ولكن أكثر الناس، لا نقول أكثرهم، جزء كبير منهم لا يصلي فعليا. إذا سألته هل الصلاة فرض يقول نعم فرض، لماذا لا تصلي؟ هكذا يضرب كفا بكف أو يقول الله غفور رحيم حتى يهدينا الله، ويتعلل بشتى المعاذير. هذه القضية الاسترخاص الاستسهال مصيبة كبرى. كم من الناس ينذر، نذرت لله إن حصل كذا أن أفعل كذا فيحصل كذا، لكنه لا يفي بنذره. يا أخي اتق الله، الله مدح الذين يوفون بالنذر، لا يفي بنذره. كثير من الناس في كل كلمة يحلف يمينا، والله العظيم سأفعل كذا، والله العظيم لن أفعل كذا، ثم يأتي بعد ذلك فيفعل الذي حلف ألا يفعله. يا أخي هذه تحتاج إلى كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين. كفر يا أخي، إن شاء الله أصوم 3 أيام، حتى صيام 3 أيام وهي المرتبة الثانية ولا ينتقل إليها إلا إذا عجز عن المال، لا يفعلها أيضا. السبب أعود فأقول الاسترخاص الاستسهال. الله تعالى ذم أقواما ذما شديدا فوصفهم بما يلي، قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كم من الناس من يعرف الحلال والحرام ثم لا يأبه إلى تطبيقه أبدا، كما أشرنا إلى بعض الأمثلة، لا يأبه لذلك أبدا، لا يلتفت إلى ذلك، لا يقيم له وزنا، ليس هذا عنده بذي بال وذي مقام، لا يهتم لهذا. يهتم إذا ضاعت منه 100 ليرة أكثر من أن يهتم بأن تضيع منه الصلوات 5 والجمعة وكل الصلوات. إذا مثلا لم يوفق في شيء من متاع الدنيا يقيم الدنيا ويقعدها، أما إذا حلف يمينا كاذبا فلا يلتفت إلى ذلك أبدا، في بيعه وشرائه قد يحلف 100 يمين. مواضيع الطلاق مثلا، كم منا من يتنبه لها فيضبط نفسه عليها، لا يطلق إلا إذا أراد الطلاق فعلا. معظم الطلاقات مثلا التي تجري اليوم نتيجة الاسترخاص، يسمع إنسانا في الشارع يقول علي الطلاق، فيغضب من زوجته إذا دخل إلى البيت فيقول أنت طالق. لك يا أخي هل هذا لعب؟ الاسترخاص، أعود فأقول الاستسهال، ماشي الحال. شلون ماشي الحال؟ ديننا كل شيء فيه ماشي الحال. كيف ماشي الحال؟ كيف سألاقي وتلاقي وجه ربك ليسألنا عن أعمالنا؟ إذا كنا في كل أمر من الأوامر أو نهي من النواهي نستسهل فنقول مشية، دبرة، زبطة، ما مشكلة. كيف ما في مشكلة؟ إذا كانت هذه نظرتنا وتعاملنا مع ديننا، فكيف سنحاسب يوم القيامة؟ يسألنا الله أقمتم للدين وزنا، بماذا سنجيب؟ كيف ذم الله هؤلاء اليهود وجعلهم بمثابة الحمار يحمل أسفارا، لأنهم يعرفون الحلال والحرام لكن لا يأبهون لتطبيقه. هذه القضية العظيمة يا أيها الإخوة صارت دارجة بين كثير من الناس. بالأمس تذكرون مثلا تكلمنا عن الحجاب وشروطه ووجوبه على النساء ووجوب أن يهتم الأهل بذلك، كم منا من يطبق هذا على أرض الواقع؟ أيضا يقول ماشي الحال، الله دبرها. كيف ندبرها؟ هل أمور الدين تدبير؟ هل هي أكلة لندبرها كيف كانت؟ أو شربة لنشرب ما تيسر؟ هل هكذا أمور الدين؟ وهل هكذا تعاملنا مع القرآن العظيم ومع السنة ومع أوامر الشريعة؟ إن كانت كذلك فأيضا إذا نزلت علينا العذابات والبلايا والطامات فلنقل دبرها، مشيها. لماذا نتأفف من المصائب ولا نتأفف من أنفسنا إذا ابتعدنا عن شريعة الله، إذا لم نطبقها؟ كثير من الناس يقول بشكل عام الدول لا تطبق الشريعة، هل تطبقها أنت في نفسك؟ سل نفسك. نعم صحيح، الدول لا تطبق بشكل عام، نادرا من يطبق، وأنت لكن وأنا هل نطبقها على أنفسنا؟ هل نراعي حرمة الحرام وحل الحلال لنفعل الحلال ونترك الحرام؟ أم أننا إما نجهل الحرام والحلال أو نسترخص فعل الحرام ولا نأبه إن جئنا بالحلال أو لم نأتي به؟ ما شأننا نحن كأفراد حتى بعد ذلك أن ننظر نظرة عامة لنعيب على كذا وكذا؟ نحن في أنفسنا، في بيوتاتنا، في التزامنا، أنستقيم لأوامر الله عز وجل؟
ورد في بعض الأحاديث أن رجلا من أبناء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه يوما أبوه عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولغيره من الصحابة لا تمنعوا إماء الله المساجد. إماء الله بمعنى النساء، لا تمنعوا إماء الله المساجد، يعني إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد مع الجماعة فلا ينبغي منعها. ابن عبد الله بن عمر أو أحد أحفاده قال إذن يتخذنه دغلا، يعني تتخذ المرأة حجة أن تخرج للمسجد للصلاة فتذهب هكذا وهكذا، تذهب إلى السوق وتضيع وقتا وتمشي في الشارع هكذا، لا يقصد أنها ترتكب الفواحش. قال إذن يتخذنه دخلا دغلا خروجهن إلى المسجد. فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يتخذنه دغلا، يعني أنت لا تريد أن تجعل كلام رسول الله أقل من كلامك، أنت الذي تفهم أنهن قد يتخذن ذلك وسيلة للالتفات يمينا ويسارا وهو ما كان يدري ذلك أو يتوقع ذلك، أنت أفقه منه أو أفهم منه. أيضا هذه القضية هي أحد أسباب الانحراف عن شريعة الله، كثير من الناس يريد أن يحكم عقله القاصر في بعض أحكام الشريعة. وليش هي حرام؟ إيه والله جنابك ما شاء الله، يعني أنت عندك عقل الأولين والآخرين، ومن ثم أنت استغفر الله العظيم عندك علم رب العالمين، فتفهم لتحدد الحلال والحرام وتميزه وتعرف أن هذا ما ينفع الناس وهذا لا ينفع الناس. هذا السبب أيضا سبب في انحراف كثير من الناس عن الالتزام بأمر الله أو عن الانتهاء بما نهى الله تعالى عنه، أنه يدخل بعض الأفكار المغلوطة التي قد يتفكر فيها تأتيه من الشيطان أو يسمعها من بعض الضالين يحكمها على شريعة الله ويقول هذه لماذا وهذه لماذا. طيب قد نفهم الحكمة وقد لا نفهم الحكمة. بعض الإخوة مرة سألني لماذا نصلي الظهر 4 ركعات، قلت له لا أدري ولا غيري يدري، ومهما جئنا وبحثنا في الحكم قد لا نستطيع الوصول، وقد يفتح الله على بعض الناس فيجد الجواب، لكن ليس هناك جواب في نص ظاهر من القرآن أو السنة، هو محض اجتهاد إن وجد الجواب. بعض الناس أيضا سألني لماذا المغرب 3 ركعات وباقي الصلوات كلها رباعية أو ثنائية، قلت له أيضا لا أدري يا أخي لا أدري، وليس من الحكمة أن تسأل عن مثل هذا، ما الذي ينفعك هذا؟ ما الذي يضرك هذا؟ هذه الأسئلة إذا تواردت على ذهن الإنسان وكثرت ستحرفه عن طاعة الله أيضا، ولو فكر الإنسان ما نفعه بمثل هذه الأسئلة؟ ماذا استفدت إن عرفت أن الفجر 2 ركعة لحكمة كذا أو الظهر 4 ركعات لحكمة كذا؟ ما الذي سأستفيده مثلا؟ هل سيزداد ذلك في قربي وتوجهي للدين؟ أمر طبيعي هذا. إذن لا فائدة من كثير من الأسئلة التي قد ترد على الذهن وقد تشوش على الإنسان دينه. إذا أراد الإنسان أن يلتزم بشريعة الله وكلنا يقول أنا أحب هذا، فليبتعد عن الجهل بتحصيل العلم أولا، ثانيا لا ينبغي أن يستسهل الوقوع في الحرام أو يستسهل ترك الفرائض، ثالثا أن يستعيذ بالله إذا جاءته وساوس أو خواطر تسأله عن حكم أشياء لم تبين الشريعة حكمتها ولا داعي في الأصل للفهم حكمتها أو معرفتها لأنها لا تؤثر من أي ناحية على الدين. فإذا أراد المسلم الالتزام عليه أن يفكر في هذه الأمور الثلاثة. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن يطبق شريعته ويأتمر بأوامره، والحمد لله رب العالمين.